انحناء زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي كلما التقى الرئيس التركي رجب أردوغان في بلاط أنقرة ليس أمرا عابرا يذهب على حال سبيله بقدر ما يوحي بما يتحرك خلف الستار. كماريونيت يحركها أردوغان بأصابع يديه أو كمطية يركبها نحو أهدافه الخسيسة. أجرى راشد الغنوشي مكالمة هاتفية مع رئيس ميليشيا طرابلس فايز السراج. مهمة إخوانية جديدة للعبث في ليبيا. المحادثة الهاتفية تكتمت عليها حركة النهضة الإخوانية كعادتها، ولكن افتضح أمرها بإعلان مكتب السراج تلقيه اتصالا من الغنوشي يهنئه على ما سماه استعادة قاعدة الوطية الجوية في تعد صريح على مهام رئيس الجمهورية التونسية والحرص على وحدة بلد شقيق. فقط تماهيا مع انتماء إخواني وولاء أعمى لأردوغان. لم يكن ذلك أول أفعال الغنوشي التي تحركها أصابع أردوغان من تركيا، فزعيم حركة النهضة الإخوانية الذي أثار غضبا شعبيا وبرلمانيا أجرى مكالمة هاتفيا قبل أسابيع مع الإرهابي الليبي خالد المشري، كأنه على العهد باق لأردوغان بإشعال الفوضى بليبيا تمهيدا لاحتلالها.